حياتنا الله جميعا. اليوم بإذن الله بسوي معكم بسبوسة بطريقة سهلة مرة ولذيذة. علبة قشطة، حليب بوني أو حليب سائل أي نوع، نص كاس زيت، نص كاس سكر، بعدين نضيف كوب حليب محموس وكوب سميد، ملعقة بيكنج بودر وملعقة قرفة، ونحركهم مع بعض. بعد دهنت صينية بطحينة سائلة، نضيف الخليط.